الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واهتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر السادة الأفاضل، نلتقي بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي هو عيد المسلمين، ونحن هنا نلتقي ونحن أبناء المغرب، نعتز ببلدنا، نعتز بتراثنا، نعتز بتاريخنا، نعتز بديننا، نعتز بكل شيء جميل صنعه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا وملوكنا، ونحن أيضا وكل من يأتي بعدنا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. بلد طيب جميل هو بلد المغرب، حباه الله تعالى بالمكرمات وزينه بالخيرات، ونحن نفرح بذلك ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. بلد طيب مبارك عاش فيه آباء كرام وأجداد طيبون شجعان مقدامون وملوك صلحاء مصلحون، المولى إدريس، يوسف بن تاشفين، يعقوب المنصور الموحدي، يعقوب المنصور المريني، المنصور الذهبي، المولى إسماعيل، المولى رشيد، سيدي محمد بن عبد الله، المولى الحسن الأول، مولانا محمد الخامس، مولانا الحسن الثاني، أمير المؤمنين مولانا محمد السادس، والبقية تاتي إن شاء الله. ملوك عظام طيبون كرام، أشبه ما يكونون بحبات السبحة، قد تكون حباتها بعضها صغير وبعضها كبير، بعضها أبيض متلألئ وبعضها أصفر، ولكنها كلها حبات أصيلة طيبة مباركة كريمة. وبداية هذه السلسلة الأسرة الشريفة من النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونهايتها والبقية تأتي إن شاء الله مولانا محمد السادس سليل العترة النبوية الشريفة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وإذا عدنا إلى الأطراف الأخيرة من هذه السلسلة التي شهدناها وعشنا معها مولانا محمد الخامس عليه الرحمة والرضوان، هو الذي جلب لنا الاستقلال، هو الذي بتضحيته بكل ما يملك، وإذا وصل الإنسان إلى مستوى التضحية بالوطن وقبول المنفى فقد أعطى وبالغ في العطاء، جزاه الله خيرا وحسنا وقدس روحه في أعلى عليين. تبعه في نفس السلسلة في نفس السبحة طيب كريم ومولانا الحسن الثاني رحمة الله عليه، الذي نحيي في هذه الليلة المباركة وفي هذه الجمعة المباركة ذكرى وفاته الرابعة والعشرين. مريك عشنا معه أكثر من نصف أعمارنا، تقريبا بالنسبة لي 45 سنة، فلم نرى منه إلا المكرمات والسعي في تحقيق رغد العيش للمواطنين وبناء هذا الوطن. ولذلك أطلق عليه بجدارة واستحقاق باني المغرب الحديث. ومكرماته إذا أردنا أن نقوم بتعدادها لن تكفينا هذه الليلة ولا يوم غد، ولكننا نقف عند بعض الإشارات
التي تناسب المقام وتناسب كذلك ما نعيشه في يومنا هذا. أولا من الصدف التي اختارها الله سبحانه وتعالى، احنا ما سعيناش فيها، أن يلتقي في هذا الأسبوع ذكرى وفاة هذا الملك العظيم وذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، فهو صانعها. وقد أحرق رحمه الله أعصابه وتفكيره وكل ما تيسر له من أجل مسيرة طيبة مباركة كريمة شارك فيها كل المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وشاركت المرأة كما شارك الرجل، وشارك الناس بكل ما يملكون من شاحنات من أموال من أسمته، فكانت عبقرية لا زالت تتحدى الناس إلى يومنا هذا. ونقف إجلالا وتكريما في ذكرى هذه المسيرة العظيمة لهذا الملك العظيم رحمة الله عليه. ومن مكرماته كذلك أنه عرف لدى المغاربة ببال السدود، وهي مسألة نعيش ما يرتبط بها. هذا الملك الفاضل لو لم يكن له من عمل إلا السدود التي رفعها لكانت كافية لتشفع له عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه فعلها وفعل غيرها أمور كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. لماذا تحدثت عن المسيرة الخضراء؟ لو عاش هذا الملك الفاضل بين أيدينا إلى يومنا هذا لأكد علينا أن نتمسك بروح المسيرة الخضراء وأن نكمل ما تبقى من تحرير الوطن بكل جزئياته وتفاصيله وجزره ومدنه. ولو عاش بيننا رحمه الله لانخرط في المسيرة التي رفعها أمير المؤمنين والآن تنفذها الحكومة، والذي سينفذهم المواطنون الغيورون على بلادهم وعلى وطنهم هو الاقتصاد في المغرب. فأحسن شيء نذكر به هذا الملك هذه الليلة المباركة أن نقتصد في المغرب، وأن نحرص على أن ننخرط في هذا العمل الضروري من أجل أن يتجاوز وطننا ما يمكن أن نعتبره محنة الجفاف. وبالتالي لو كان حيا بيننا رحمه الله لقال لنا اقتصدوا في النار، ولقال لنا احرصوا على أن تستغلوا كل ما تيسر في عصركم من وسائل، اجتهدوا في تحلية مياه البحر واجتهدوا في بناء مزيد من السدود سواء كانت تلية أو متوسطة أو سدود كبرى من أجل اختزال ما يمكن من الماء للأجيال الحالية وللأجيال المقبلة إن شاء الله. ولقال لنا كذلك ونحن نعرف عاطفته الدينية وارتباطه بالله سبحانه وتعالى سيقول لنا اصطلحوا مع الله. معشر الإخوة الكرام، لا بد من أن نعترف بأن ثقتنا بالله سبحانه وتعالى تزعزعت بعض الشيء. أصبح بعض الناس يقنطون من رحمتنا، تتصور بأن الجفاف قدر وأنه صافي مشاهد العام كما شاهد العام لفات. وسبحان الله، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنين؟ الله سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى أن نتذكر، ويحتاج منا إلى أن نعود إليه. تصوروا رحمكم الله راعيا يسير بغنمه في جغافه
الجدال. فإذا بتيس يبتعد عن القطيع، ماذا يفعل ذلك الراعي؟ يرسل إليه عصا أو حجرة أو أي شيء تيسر له، وقد يضرب وقد يؤذيه، ولكن ذلك الشارد يفهم ما المقصود فيرجع مباشرة إلى الجماعة فينجو من الذئب وينجو من أي خطر. هذه المسائل التي تقع من جفاف ومن غلاء وارتفاع الأسعار وذلك من أشياء هي صيات يضربون بها الله سبحانه وتعالى باش نرجعوا للجادة حال ذاك الجديد. وبالتالي لو كان الحسن الثاني رحمه الله حي بيننا لقال لنا هذا، لقال لنا ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فالخير عنده موجود، لأنه علاش وقع هذا الشيء كل شيء؟ هو قدر من الله. ومتفقين مع العلماء على ذاك الشيء اللي تيقولوا المنخفض الجوي والمرتفع الجوي، ذاك الشيء كلشي تنقلوا به، ولكن نكون على يقين بان احنا السبب احتاج هذاك المرتفع ووقف تما عن جزر ازور ومنع علينا الخير. تصالحوا مع الله وارجعوا للصراط المستقيم. راه دائما يا الكرام ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. الخير هو موجود عند الله سبحانه وتعالى. الناس ديال غزوه احد اللي شاركوا فيها نالتهم المحنه ورجعوا مجروحين، كاين اللي مات كاين اللي تعذب وسميتو، وبداو تيشكيو. جربهم الله تعالى بجمله واضحه ما فيها في رجل الانسان، قل هو من عند انفسكم. انتم اللي فرضتوا، انتم اللي ما التزمتوش بداك الشيء اللي قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتخطيط للمعركه. وعندنا قاعده معروفه في هذا المجال، واسمحوا لي الا تنتهي في هذه المناسبه، لان الجو اللي تنعيشوه راه كيستدعي هذه المسائل اللي جاتكم الخير. انا بديت كلنا مغربه وغادي نختم كذلك، كلنا مغربه، كلنا مطالبون ان نعمل. انتم العلماء والفقهاء وحفظه القران، نطلب منكم تحرصوا القيم، ونطلب منكم تحرصوا الاخلاق، ونطلب منكم تدافعوا على الدين، وانتم اول من يجب ان ينفذه. واخا انا ماشي فقهي ولكن دخل راسي بيناتكم، حنا اللي خصنا نلتزموا اولا، حنا اللي نقولوا بسم الله، وبهذا الشيء غادي يجيب الله تعالى الخير. والساده المسؤولون الذين يضحون ونكن لهم كل تقدير واحترام، يواصلون الليل بالنهار تيحرصوا على تنزيل تعليمات امير المؤمنين جزاهم الله خير واحسن. وباقي المواطنين شويه ديال الاستقامه، شويه ديال الاستغفار، شويه ديال التوبه، بالله الذي لا اله الا هو احتج الخير عن الله سبحانه وتعالى. وصدق الله العظيم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الايه مفتاح، علقوها في اذنكم الله يجزيكم خير. ولو ان اهل القرى اي قرى امنوا واتقوا حتى شي خير ما غاديش تحسوا. جوج شروط الايمان والتقوى، ولكن شنو وقع؟ للاسف الشديد ما داروش الجوج، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولكنه سبحانه وتعالى إذا رجع الناس إليه يفرح بهم ويعطيهم ويغدق عليهم. نسمح للسادة الفقهاء أن يختموا السلك التي درسوها وقرأوها، ونحن في زاوية مباركة طيبة، مكان الروح ومكان اقتباس المعاني الرفيعة، نرفع وكف الضراعات إلى الله سبحانه وتعالى سائرين إياه أن يرحم مولانا محمد الخامس. اللهم قدس أرواحه في أعلى عليين، واجعله في مقعد صدقين لأمله مقتدر. نسألك يا رب العالمين أن ترحم مولانا الحسن الثاني. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمه واعف عنه وعافه واجزه خيرا على ما قدم لهذا الوطن الأمين. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الطول والانعام ويا ذا الجلال والاكرام، ايد بتأييدك وتوفيقك وتسديدك ورعايتك وعنايتك مولانا امير المؤمنين. اللهم يا رب وفقه لكل خير، اللهم اصلح واحسن به واصلح بما اصلحت به الذكر الحكيم يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين ارزقه من الصحه والعافيه ما يعين على استكمال التنمية التي بدأها
واجتهد فيها ويواصل الليل بالنهار من أجل توحيد الوطن وإسعاد المواطنين. فاللهم أعنه، اللهم وفقه، اللهم اهدنا على الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ أحد، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والنار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل.
يا أرحم الراحمين يا